بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين، وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، نية الصيام وثبوت رمضان. فمع إطلالة خير الشهور وأكرمها عند الله تبارك وتعالى، كان حريا بكل مؤمن أنار الله قلبه بنور الإيمان والتسليم، أن يتهيأ نفسيا لاغتنام الخيرات والمبرات بحلول هذا الضيف الكريم، وأن يحرص على أن تكون طاعاته مقبولة عند الله تعالى، فيتعلم ما أحل الله وما حرم في أمور الصيام امتثالا لأوامر الله تعالى في وجوب طاعته وحسن عبادته، وتدبرا لما جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في عاقبة من أراد أن يعبد الله على جهالة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولما كانت النية في العمل الصالح من جملة ما فرضه الله تعالى ليكون العمل صحيحا مقبولا عنده، جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبين ما لها من مكانة، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما تناهى إلى أوهام بعض العوام أن هذا الحديث يعني أن مجرد النية يكفي لقبول العمل الصالح ولو لم يستوف الشروط والأركان، فما هذا الظن إلا مخالفة للدين وتحريف له، لأن المعنى الحقيقي لهذا الحديث والمراد منه هو أن العمل الصالح الذي استوفى الشروط والأركان وخلى مما يبطله من مفسدات وبدع، إنما يكون معتبرا إن وجدت النية، وإلا فإنه لا يكون معتبرا ولا مقبولا عند الخالق سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإنه يفهم مما سبق أن المسلم الذي قصد مكة المكرمة في موسم الحج ليعرف ماذا يفعل المسلمون، لا بنية أن يدخل في عمل الحج، وأن من أدى صورة صلاة الظهر أو العصر بلا نية الصلاة، فكل هؤلاء لم تصح منهم أعمالهم في كونها من الفرائض التي فرضها الله، لأنها لم تقترن بالنية. وكذلك الأمر في من أقرض مسلما فقيرا مالا وتذكر بعد ذلك أن عليه الزكاة، فقال: ليكن هذا الدين زكاة، فلا يصح منه زكاة، لأنه حين دفعه لم ينوي به الزكاة. والنية كما هو معلوم مكانها القلب، فمن نوى بقلبه عند الصلاة أن يصلي الظهر مثلا من غير أن ينطق بلسانه فهذا نوى. وعلى هذا فالنية المقصودة بالحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات المراد بها العزم والقصد بالقلب، لا النطق دون أن يعزم بقلبه. ولما كان الصيام إحدى هذه العبادات، كان لا بد من النية فيه لصحته، ويجب في رمضان تبييت النية، أي إيقاعها ليلا قبل الفجر، فلو غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان، ثم لم يعد هذه النية بعد الأكل، كفته هذه النية. وقد نص الشافعي رضي الله عنه أن النية تجب لكل يوم من أيام رمضان، والأكمل في النية أن يقول بقلبه: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، إيمانا واحتسابا لله تعالى. والاحتساب كما قال العلماء هو طلب الأجر والثواب.
وأما قول بعض الناس في ليلة الشك نصوم غدا إن كان رمضان، فإن هذه النية لا تصح لأنها مقرونة بالشك، فلا بد من التحري في ليلة اليوم الأول والتيقن من أن الصيام قد ثبت. وأما كيفية ثبوت أول يوم من رمضان فإنها معلومة من الحديث الشريف الذي رواه البخاري: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أما الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة من حديث ابن عباس فهو بلفظ: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولفظ الطيالسي: ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان. ولأبي داود من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية الهلال، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا عليه. متفق عليه. لقد بينت لنا هذه الأحاديث الشريفة أن رمضان لا يثبت بالحساب، وإنما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما إن حال حائل دون رؤية الهلال. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. مزيد توضيح فيما رواه عنه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. وليس هذا الحديث نفيا مطلقا للكتابة والحساب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل المراد منه أن المسلمين ليسوا مكلفين بحساب مواقع النجوم وحركتها لإثبات أوائل الشهور وأواخرها، ولا سيما شهر رمضان المبارك. والحاسب أو المنجم هو الذي يعتمد منازل القمر والنجوم لحساب أول الشهر. ويزيد المسألة توضيحا ما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة على أن وجوب صوم رمضان لا يثبت بقول المنجمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.